فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم خالد من الشارقة، سألت عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسن كأسنمة البخت المائلة. تسأل عن الأسنمة البخت المائلة، لا يروحن الجنة ولا يجدن ريحة. يا أخت الفاضلة، لا شك بأن هذا الحديث حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخبر بما سيكون في آخر الزمان. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر قال: ونساء كاسيات، يعني كاسيات من نعم الله، عاريات عن شكرها. هذا في تفسير أحد أقوال أهل العلم، وبعض العلماء قال كاسيات يعني لابسات، ولكن تلبس القصير أو الشفاف أو الضيق الذي يجسم بدنه. ثم قال: على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وهذا الذي يصنعه الآن بعض النساء، وفيه جملة من الأحوال، منها مثلا ما يصنع بحيث أنه تضع المرأة شيئا من الأشياء التي تنفخ الشعر، تكبر الشعر، حتى أن اللي يراها يقول هذه لها رأسين، بعضها ترفع إلى أعلى مثلا، وبعضها تنفخ على الجوانب. حتى يعني بلغني بأن بعضهن يضعن القصدير أو الفلين أو أشياء هذه موجودة الآن في الأسواق، تنفخ الشعر وتكبر الشعر. حتى لو العمامة، يعني لو وضعت شيئا على رأسها ولفته مثلا بحيث يكبر رأسها، هذا أيضا داخل في النهي. هذا لا يعني بأن المرأة لا تلم شعر رأسها، لا، المرأة تلم شعر رأسها، ما في بأس المرأة أن تلم شعر رأسها يعني من على طرف مثلا. أو هي الأصل الذي عليه النساء جعل الشعر ضفائر، جعل الشعر ضفائر. بعض الشعر إذا كان طويل ممكن المرأة ترفعه، لكن أن تضع معه شيء، تضيف له شيء حتى يكبر الشعر ويرى كأنه مثل سنام الإبل البختية، هذه نوع من أنواع الإبل الكبيرة التي تتمايل أسنمتها، هذا هو المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا المرأة لو رفعت شعرها مثلا بشكل، خاصة في بيتها طبعا، ما تخرج خارج البيت، يعني بحيث أنها ترفع شعرها، تشبك شعرها مثلا حتى تمارس الأعمال وكذا، ما في بأس. لكن أن تنفخه وتضع له شيء من المواد، هذا هو المنهي عنه. أم خالد من عجمان تقول: إذا كانت المرأة مريضة وما تشعر، يعني ما تحس بشيء، هل لها أن ترسل حج نيابة عنها؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لحج النيابة يصح في حالتين: الحالة الأولى عن الميت، إذا مات الإنسان ولم يحج يجوز لأوليائه لورثته أن يحججوا عن، إما أن يقوم أحد الورثة فيحج عنه، أو ينيب شخصا يحج عنه. الحالة الثانية إذا عجز الإنسان عجزا كاملا، بحيث أنه مريض لا يمكن أبدا أن يذهب إلى الحج، ولا يستطيع، إما أنه أجرى عملية، أو لأنه كبير في السن ما يستطيع السفر، وإذا سافر مثلا يكون خطر على صحته وعلى حياته. في هذه الحالة يجوز أن ينيب أحدا يحج عنه، يدفع لهم مبلغ من المال مثلا قدر الحجة، أو مثلا يقوم أحد الأولاد فيحج عنه. هذا إذا كان العجز كامل، لا يعني لا يتوقع أن يشفى للحالة التي هو عليه، فيجوز يا أختي الفاضلة في مثل هذه الحالة.
أم خالد تقول عندنا خدامات من أهل الكتاب، هل يجوز أن يشرب من ماء زمزم؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، يجوز للكافر أن يشرب من ماء زمزم حتى لو كان مثلا خدام أو غير، ما في بأس لو شربوا من ماء زمزم. أيضا تسأل تقول هل لنا أن نعطيهم من الصدقات؟ أيضا لا بأس يا أم خالد، بارك الله فيك من عجمان، يجوز أيضا أن يعطى الكافر من الصدقات والهدايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت له أسماء بنت أبي بكر يا رسول الله إن أمي أتتني وهي واصلة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وكان عمر يهدي لأخ له مشرك، أهدى له بردة وأهدى له أشياء، فيجوز الإهداء للكافر، يجوز الصدقة على الكافر. أما الزكاة فلا تعطى للكافر إلا المؤلفة قلوبهم، هم الأشخاص الرؤساء في أقوامهم، إذا أسلموا أسلمت القبيلة، وإذا كفروا كفرت القبيلة، هؤلاء ممكن أن يعطون من الزكاة لأن الله تعالى ذكرهم في القرآن. وأيضا الرجل قال بعض العلماء الذي هو قريب، يعني إذا يشعر الإنسان بأنه يريد أن يسلم مقتنع بالإسلام وله تأثير أيضا على الناس، هذا ممكن أن يعطى من الزكاة. نعم نأخذ هذه المكالمات. من؟ أم آية، اتفضل يا أم آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة امبارح انقطع الاتصال. اي صحيح اختي تفضلي. اي انا سؤالي كان مش عن لم الشعر، عن شق الشعر، يعني لما امشط شعري واقسمه على قسمين في قسم بيكون اكثر من الاخر، فهل هذا ينحسب على الميلات المميلات؟ ده كان سؤالي. يعني انت ما تتعمدين هذه يا اختي ام آية؟ لا انا قصدي اقول لك لما اشق شعري، لما اشقه من المنتصف، مش بشقه من المنتصف، بشقه من الجنب، فهل هذا يعتبر مائلة مميلة ام؟ طيب فهمتني يا شيخ؟ طيب واضح. نعم السؤال الثاني، ممكن تشرح لنا كيفية الوضوء على مرة واحدة؟ يعني انت قلت حتى لو مرة واحدة تمسحه لازم تغسل اليدين 3 مرات، إذا ممكن تمثل لنا كيفية هذا الوضوء. طيب أبشر يا أختي. والسؤال الثالث، بلبس شرابات بدوال الساقين، لكن بلبس بس في الرجل اليسرى، الشراب بيغطي كل الساق لمنتصف القدم، الأصابع بر، والرجل اليمنى لا ألبس فيها شراب، ففي حالة انتقاد الوضوء هتصرف كيف يعني؟ يعني أنت الآن تلبسين في الرجل اليمنى والأصابع ظاهرة؟ في الرجل اليمنى يغطي كل الساق وثلاث ارباع القدم، اما الاصابع طالعه بر الشراب. نعم. والرجل اليمنى اصلا ما بلبس فيها شراب، ففي حاله انتقاد الوضوء كيف اتصرف؟ طيب يا اختي مي، باقي شيء معايا؟ بعدين على ايوه معاك يا شيخ. تفضل. غسل الاذنين بعد الشعر، يعني بعد ما امسح على الشعر بمسح الاذنين، فهل هذا صحيح؟ في الوضوء يعني؟ ها؟ ايوه في الوضوء. طيب يا اختي. والسؤال الاخير يا شيخ، في الاقامه عاده في كل صلاه فرض او سنه اذكر ما يذكره الاذان، وفي الاخر اقول قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر، ثم ابتدي، يعني بقيم في كل صلاه فرض او سنه، فهل هذا صحيح؟ بس تكبرين طبعا للصلاه، لان قلتي قد قامت الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله الى اخره، بعدين اقول قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، واقول الفاتحه. الفاتحه مباشره ما تكبرين يعني؟ لا بقول كما يقول الاذان، بعدين اقول قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. طيب. الله أكبر، وأبتدي بالفعل. طيب يا أمي. نعم أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا ياسمين. ألو السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا هاتفتك يوم الاثنين لي فات. أيوة. ما فهمتش مليح يعني، وما فهمتنيش وشنو هذاك اللي عندي، ما فهمتش يعني وش عندي. أعيد يا أختي سؤالك، لأني ما أسئلة كثيرة، ما هو سؤالك؟ إيه ضيق في التنفس وكم تقلق بزاف. إيه. ونضرب ولادي، يعني ما نعرفش كيفاش نضربهم، ما نعرفش نتعامل معاهم، كيكون ساعات مقلقة. نعم. طيب أجبتك أختي ياسمين. إيه. أجبتك أنا وبينت لك الطريقة كيف تستعملين الرقية. إيه. وكيف تذكرين الله. وين المشكلة؟
والسؤال تاعي الثاني كي يكون عندك جار حاسود يعني حاسدك يعني بزاف يعني فوق الحد يعني انسان يمشي وشغل الشر يمشي معاه يعني كيفاش نتعامل معاه يعني كيفاش تبد روحك ما على باليش انا دعاء تقوله قريب لك هذا قريب الذي يحسد قريب قريب طيب العم هذا طيب يا ياسمين ابشر ان شاء يعني مع الزوج تاعي هو يعني مع الزوج تاعي شغل حاسده بزاف طيب ضغط وحاقد عليه طيب ابشر يا ياسمين ابشر وتسقمني تما تعطيني نصيحه كيفاش كي نروح الجامع ما نتعلمش نخاف من المسجد طيب تقول طيب. كي نروح تحكمني الخوف الرهبه ما شغل نحكم المصحف هكا تحكمني نوع من الخوف هكذا ما على باليش علاه حاضر ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله بارك الله فيك حياكم الله الشيخ تفضل يا ناصر السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال مرحبا اخونا اخويا انا كنت مديت الزوجة مستشفى كيف سوي تحاليل ما طلعت سوي تحاليل كم مرة وديتها ما سوي تحاليل ما تبغى تسوي تحاليل ايوه تحاليل المستشفى له اخر شيء انا حركت عليها ايوه حلفت عليها من يمين انه ما وديش اي مستشفى ايوه حلفت عليها يمين ايش قلت ايش قلت لها قلت ما وديش مستشفى غير مره باليمين طلق طلقت ايوه لا حول ولا قوه ايوه بس خلاص بس هذا ايوه اي وانت قبل طلقت يا ناصر كم مره قبل لا لا ما طلقت قبل تاكد خاف ناسي لا والله طيب انت الان قلت لها قلت لها هي رفضت تعمل التحاليل وقلت لها حلفت عليه بالطلاق انك ما توديها اي مستشفى اي مستشفى ما ودي وش قصدك بس تعبت معها كل يوم اروح اجي معها ها تعبت معها كل يوم اروح اسوي التحاليل واروح اجي معها ما صار التحاليل صوتك مو واضح يا ناصر صوتك مو واضح ما صار اسوي التحاليل في المختبر جيت المختبر مرتين ثلاث مرات ما صار اسوي التحاليل طيب خير ان شاء الله خير ان شاء الله الله يحييك من معي تفضل يا ام محمد علي تفضل عليكم عليكم السلام ورحمه الله لا حبيت نصحك في رمضان كنت عيانه مريضه ما صمتش 16 يوم صمت خمس ام محمد الصوت اختي مو واضح اعيد السؤال لو سمحت ارفعي صوتك صح حبيت نصحك في رمضان كنت مريضة صمت 14 يوم في رمضان في رمضان عندي ضغط على ضغط القلب شوية قال لي الطبيب الفطري افطرت ايه 14 يوم كليت رمضان وحبيت نصحك لو ما نقدرش نصوم هذه مريضة عندي ضغط تاع الدم نعم الدوان تاعو اسكن صوم اسكن نصدق حبيت نصحك على هذونا تستطيعين تصومين؟ ما هذه الساعه ما نقدرش انا نشرب الدواء في الدواء وداري لي لاباراي في نفسي باش نسبيري في الليل بها طيب ابشر يا ام محمد تسمعين الجواب حبيت نسقسيك على الصلاه اتفضلي نصلي في كل وقت نصلي نصلي ركعتين تاع الوضوء ونصلي ركعتين تاع الاذان ومن بعد نصلي الفريضه ومن بعد نزيد نصلي كي نصلي الفريضه نزيد ركعتين في الظهر وفي الصبح والعشاء والمغرب ومن بعد عندي درت لله تعالى ركعتين خاطر قالوا لي ندير كتحنا عمليه تاع القلب ومن بعد قالوا لي لا ايش نسقسك عليهم هذه الصلاه لله ايش ركعتين الاخيرات ايش هذه؟ درتها لله قلت كي ما يديروش العمليه نصلي ركعتين لله استخاره يعني؟ استخاره كنت لله كل صلاة طيب يا محمد أبشر إن شاء الله تسمعين صح الجواب صح السلام عليكم بارك عليكم الله السلام فيه. نكتفي طيب بعد هذا الفاصل أعود إليكم إن شاء الله بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل حياكم الله من جديد الأخت أم آية من كندا تقول بأنها لما تأتي لتمشط شعرها أو تفرق شعرها تفرقه من أحد الجوانب وطبعا يكون الشعر مائل إلى الجهة الثانية فهل هذا هو الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات يا أختي أم آية لا ليس هذا
مائلات مميلات، هذا حينما تضع شيء على الرأس، يعني ليس له علاقة، ليس هو الشعر بذاته، وإنما شيء يركب على الشعر أو يدخل في الشعر. ولكن أفضل شيء للمرأة أن تفرق شعرها، هذا أفضل شيء، ولو عملته بشرط لا تتشبه بالفاسقات أو تشبه مثلا بالكافرات مثلا كشعار لهم. أما إذا اعتاد النساء مثلا يفرقون وكذا فرقت ما في شيء، بارك الله فيك. أم آية تريد كيفية الوضوء. يا أخت أم آية، الوضوء سهل جدا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كتب السنة كلها تذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الإنسان إذا جاء يتوضأ أهم شيء قبل الوضوء النية، يكون في القلب، لأن النية من أعمال القلوب، ما يتلفظ يقول نويت أن أتوضأ، لا، وإنما ينوي بقلبه أن يتوضأ ليرفع الحدث ويستبيح الصلاة. ثم إذا استطاع أن يستاك قبل الوضوء، هذا من سنن الوضوء، ثم يغسل كفيه ثلاثا، هذه سنة، هذه سنة. ثم يأخذ غرفة من الماء، غرفة واحدة، ويتمضمض ويستنشق، يجعل نصفها للفم ونصفها للأنف مرة واحدة هكذا، ثم يستنثر بيساره، ثم يأخذ كفة من ماء ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد من أعلى إلى ملتقى اللحيين هنا، من الأذن للأذن عرض، يعني يغسل جميع وجهه ويدخل أصابعه مثلا، يبلغ الأماكن التي قد لا يأتيها الماء يعني في الوجه. ثم بعد ذلك يغسل يديه من أطراف الأصابع من هنا. بعض الناس يخطئ يغسل من هنا يقول غسلت في أول وضوء، لا غلط، يغسل من أطراف الأصابع حتى المرفق، يدير الماء على المرفق بهذه الطريقة ثم اليسرى، ثم يأخذ كفة من ماء وينفضه بهذه الطريقة ويمسح الرأس بهذه الطريقة من أعلى، من مقدم إلى المؤخر، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ من. بعض العلماء يقول يضع السبابة على السبابة بهذه الطريقة والإبهام على الصدغين، فيمسح بهذه الطريقة ثم يرجع، ثم نفس الماء الذي ماء الرأس يمسح به أذنيه، السباحة هذه داخل الأذنين وباطنها، وهذا الإبهام يمسح ظاهر الأذن، ثم يغسل القدمين مع الكعبين. هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ما في طبعا في بداية الوضوء يقول بسم الله، هذا سنة عند الجمهور. في آخر الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فقط. مسح الرقبة بدعة، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرقبة. فهذا هو باختصار صفة الوضوء يا أخت أم آية. أم آية تقول بأن عندها دوالي وتلبس جوارب من الساق إلى القدم، والقدم تظهر الأصابع، تقول كيف أتوضأ في رجل واحدة فقط تلبس الضاغط هذا أو الجوارب الضاغطة للدوالي، ورجل الثانية تقول ما عليه شيء. يا أخت الفاضل يلزمك إذا أردت الوضوء أن تكشفي عن قدمك، عن قدمك اليمنى المغطاة الآن لأن جزء منها ظاهر، وتغسلينها ثم تعيدين تنشفينها بعد ما تنتهي من الوضوء، وتعيدين الضاغط، لأن في هذه الصورة الضاغط هذا ليس في حكم الجبيرة اللي يشق نزعها، لا، هذا ممكن تنزع وهي ضاغط، يعني معروف هذه الجوارب سهل نزعها. تغسلي رجلك بارك الله فيك في الوضوء، وتغسلي الرجل الثاني، وبعد الوضوء تنشفين ثم تعيدين الجوارب أو الضاغط هذا إلى مكانه. أم آية تسأل عن مسح الأذنين بعد الرأس. ذكرت لك أنا قبل قليل يا أختي، بعد ما تمسحين الرأس ما يحتاج تأخذين ماء جديد، لا، نفس الماء الذي مسحت فيه الرأس تمسحين فيه الأذنين ظاهرها وباطنها. أم آية تسأل عن الإقامة، تقول أنا أقيم الصلاة ثم أدخل في التكبير للصلاة ثم أقرأ الفاتحة. يا أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة هل تقيم الصلاة أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء. لو افترضنا بأنه لا بأس أن تقيم الصلاة، ما في بأس، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه ما لها علاقة تدخلينها مباشرة مع الصلاة، هذه إقامة سنة بالنسبة للنساء على قول، وبعض العلماء يرى بأن النساء ليس عليهن لا أذان ولا إقامة. بعد ذلك تكبرين يا أختي الفاضلة، تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، هذه ما تصح الصلاة إلا بها، لازم حتى في قلبك تتذكرين وتتصحبين هذه التكبيرة الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بعد التكبير تقولين سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي،
أو الدعاء الثاني وجهت وجهي للذي فطر السماء، كل هذا جاء، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة. هذه الطريقة الصحيحة التي أنت عليها، بارك الله فيك. ياسمين من الجزائر رجعت تقول بأنها تعاني من يعني ضيق في التنفس، وتقوم بضرب أولادها، وأيضا تسأل تقول حتى الجامع. أنا أجبتها طبعا في اللقاء السابق، ما أدري ايش اللي جعلها تعود. يا أخت الفاضلة، ذكرت لك بأن الدنيا دار ابتلاء ودار أعراض ودار أمراض، والمؤمن يبتلى في هذه الدنيا، وأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، ولذلك أنت مبتلى في هذا الأمر، فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا، وأكثر من الدعاء وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد يبتلى الله جل وعلا العبد لأنه يحبه حتى يسمع جؤاره ويسمع صوته ويكون قريب إلى الله من أكثر من كل وقت سبق، وهذا يجده كثير من المبتلين. بعض الذين ابتلوا حمدوا الله على البلوى، لماذا؟ لأنه كان في يوم الأيام بعيد عن الله مسافات بعيدة جدا، وكان قلبه قاسي، فلما ابتلي عاد إلى الله، تجده محافظ على الصلوات، محافظ على الأذكار، محافظ على الأوراد، دائما لسانه رطب بذكر الله، قريب إلى الخير، بعيد عن الشر، دائما في مظلة الإيمان. وهذا لا شك بأن ما يدرك هذا إلا أهل الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأكثر من الدعاء والرقية، وحاولي جاهدة أن تكوني دائما في مجتمع، يعني مع النساء الطيبات الصالحات، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبإخوانه قوي وكثير. وبالنسبة لمسألة الحسد اللي ذكرتيها، طبعا الإنسان يستعيذ بالله دائما من الشر عموما ومن الحسد. والله تعالى أنزل سورة كاملة وسورتين، سورة قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، للوقاية من هذه الأشياء مثل الحسد والوسواس والسحر وغير ذلك من الأمور التي يتعرض لها جنس الإنسان. أوصي زوجك بأن يكثر من الاعتصام بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. مثلا يأتي بأوراد الصباح، أذكار الصباح وأذكار المساء، يحاول جاهدا أن يبتعد عن هذا الرجل الذي دائما يحسده ويكيد له، يحاول أن يبتعد عنه وأن يجعل بينه وبينه سدا حتى لا يعني يؤذيه، يحرص قدر المستطاع أن يكون بعيد عنه، لأن هذا نوع من أنواع الوقاية بإذن الله جل وعلا من شر الحسد ومن شر الفجرة. الأخ ناصر من الشارقة طبعا يقول بأنه ودى زوجته المستشفى، وعلى أساس موضوع التحاليل هي رفضت أن تعمل تحاليل، يقول حلفت عليها يمين بالطلاق بأن ما يوديها مرة ثانية. يا ناصر بارك الله فيك، عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق على لسانه. الطلاق ليس حل يا أخوان في النزاعات، يعني هذا أمر بسيط، وش يضرك الآن لو المرأة ما راحت للتحاليل؟ ويعني وش الآن هدمت بيتك بمثل هذا الطلاق؟ أن تريد هدم البيت؟ ما تريد هدم البيت. ولذلك الإنسان يجب أن يبتعد عن الطلاق. الطلاق أصبح العوبة عند كثير من الناس. الطلاق أنزله الله جل وعلا وشرعه صحيح حل، لكن متى؟ الإجراء الأخير والنهائي، عندما تتعسر الأمور وتغلق الأبواب وتسد المنافذ وما يوجد حل أبدا، هناك يطلق الإنسان طلاق السنة، طلقة واحدة فقط في طهر لم يمس زوجته فيه، هذا هو الطلاق السني. أصبحنا أضحوك الآن عند الناس بسبب لعب كثير من المسلمين بمسائل الطلاق، يطلق على الأكل وعلى الشرب وناصر على المستشفى عشان تحاليل يطلق. ما يجوز يا ناصر بارك الله فيك وأحسن الله إليك، عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا. وإذا كنت قاصد أنك تقصد حثها على الفعل، أنك ما تود حتى تذهب إلى التحاليل، فعليك أن تكفر عن يمينك، هذا يعتبر يمين، تطعم 10 مساكين. أما إذا أنت قصدت فعلا، إذا وديتها تطلق وأن تقصد هذا الشيء، فتطلق في هذه الحال، لكن يظهر والله أعلم بأنك ما قصدت هذا، وإنما قصدت الحث أو المنع، فهذا يعتبر يخرج على أنه يمين، أطعم 10 مساكين مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الأمر. خلاص.
طيب يا أم محمد من فرنسا، أعتذر لأن وقت البرنامج أنت، إن شاء الله غدا استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج خضر عبد المطلب وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء على المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من